السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح الدايبيتس ميليتس، بس اللي هو تايب 2. ده تقريبا مش مشروع في الكتاب عندنا، بس لازم إيه نفهمه برضه وناخد عنه إيه نبذة يعني حلوة كده. ركز معايا. بسم الله. أنا طبعا زي ما إحنا عارفين إن الدايبيتس ميليتس تايب 2 ده بيبقى سببه إيه؟ سببه الأنسولين ريزيستنس. جميل قوي. يعني ايه انسولين ريزيستنت؟ يعني الراجل ده عنده انسولين ولا ما عندوش؟ الراجل ده عنده انسولين ومش كده وبس، ده الانسولين ده ممكن يبقى اكتر من النورمال كمان. حلو. طب دلوقتي هل الانسولين ده عارف ان هو يشتغل؟ قال لك لا، بيجي يروح رايح على الريسبتور بيلاقي في حاجه بايظه، يا حاجه بايظه في الريسبتور، يا حاجه بايظه قبل الريسبتور، يا حاجه بايظه بعد الريسبتور. يعني السيجنال اللي الريسبتور بيبعتها هي ذات نفسها فيها مشكله وبايظه. فكده عندنا مشكلة من ثلاثة. حلو. قال لك بقى إيه؟ قال لك الراجل ده الحمد لله عنده شوية أنسولين. يعني إيه؟ إيه معنى الكلام ده؟ عنده شوية أنسولين، فكون إن هو يخش في الدي كي إيه ده معناها كويس أوي أوي أوي، يعني مش عارف يخش في الدي كي إيه. ليه؟ لأنه عنده أنسولين، فكون إن هو يخش في الدي كي إيه ده صعب أوي. إيه؟ يعني يقول لك إنه يخش في الدي كي إيه على طول طيب واحد. قال لك خلاص، طب ما تيجي تعمل له مقارنة حلوة كده ما بين طيب واحد وطيب 2. ماشي. قال لك طيب واحد ده اخطر، اشرس، اعنف، ده اقل خطوره. ماشي. طب ليه اخطر واشرس واعنف؟ لانه بيحصل له دي كي ايه جدا جدا جدا، انما ده للاسف يعني مش بيحصل له قوي. ماشي. طب عارف انت الاتش اتش ان اس اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الهايبر اوزمولار هايبر جلايسيميا نون كيتوتيك ايه ستيت. ان شاء الله هناخدها برضه، نوع من انواع الكوما كده. بيجي الواحد بيبقى عنده يعني سيفير هايبر جلايسيميا، بيبقى سكره معدي 600 وعنده سيفير ديهايدريشن، ولكن ما عندوش كيتون بوديز مش زي الدي كي اي يعني. حلو. ده برضه ما بيحصلوش الموضوع ده. هنا السن بيجي ايه؟ بيجي مثلا فوق ال 40 سنه، انما هنا تحت مثلا 20 سنه. حلو. ده اسبابه ايه؟ قال لك ده اسبابه بسبب الاوبيستي. ماشي. انما الباشا التاني ده اسبابه ايه؟ لا، باش تاني ده مبقاش تخين. يعني ايه؟ يعني مبقاش اسبابه بس تبقى اسبابه اللي هو الاوتو اميون. حلو. طب هل هو تخين ولا رفيع؟ قال لك لا، ده بيبقى رفيع. مش هقول لك عادي كمان، لا ده بيبقى رفيع. رفيع اصلا ليه؟ لان ما عندوش انسولين خالص، فالانسولين مش موجود. وطالما الانسولين مش موجود لازم يبقى رفيع. ليه؟ لان الانسولين زي ما انت عارف ان هو انابوليك هرمون، هو اللي بيبدا يعمل لنا اللايبو جينيسيس، هو اللي بيتخن يعني الترايجلسرايد ويتخن الكلام ده كله والفات بقى والحاجات الحلوه دي. ماشي. طب هنا قال لك ده بيبقى اوبستي. حلو. والاوبستي هي اللي بتعمل لك الانسولين ريزيستنت. ومين ثم بقى الراجل بتاع تايب 2 ده؟ كنت قايل لك معلومه صغيره كده، ان هو هيجي عليه يوم ويبقى زي تايب 1. لما يجي عليه اليوم ده بقى هيبدا يخس جدا جدا جدا. هيخس بعد كده، لا يخس عشان حصل حاجه اسمها بيتا سيل اكسبوجر. ان الخلايا اللي هي البيتا سيل دي خلاص قلت لك، بس انا مش لعب. انا خلاص ايه شطبت وجبت اخري يخرب بيتك وقرفتني وتعب تعبت جابت كل اخرها. عملت لك شويه انسولين يعني بص كفوه سنتين ثلاثه اربعه 10 سنين. بعد ال 10 سنين خلاص هيبدا يخش منك ايه؟ يخش مننا من الراجل بتاع ايه؟ طيب 2 ده هيبقى شبه طيب واحد، ويحتاج مننا ان احنا نديله ايه؟ انسولين. طب بالنسبه لموضوع الوراثه، مين فيهم كان بيتورث اكتر؟ طبعا 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 تايب 2 كان اكتر بكتير. ليه؟ كنا بنقول لك الايدنتيكال توينز كان هنا بنسبه 90% الاثنين هيطلع عندهم سكر، انما هنا كانت بنسبه 50% بس. ماشي. طب لو الاب والام عندهم تايب 2 دايابيتس، الاب والام، احتماليه ان الواد ابنهم يبقى عنده قد ايه؟ كنت قايل لك 75%. طب احتماليه ان الاب بس يبقى عنده او الام بس يبقى عندها، احتماليه ان الواد يبقى عنده قد ايه؟ قال لك 15%. حلو. انما طيب واحد، قال لك طيب واحد لو الاب والام عندهم احتماليه ان الواد يجي له 30% بس، ولو الام بس عندها او الاب بس عنده هتبقى 10% بس. حلو. برضه كانوا بيقسموا الام بقى، يقول لك الام ايه؟ الام لو كانت اصغر من 25 سنه هيبقى كده احتماليته اكبر، لو الام اكبر من 25 سنه كده احتماليته هتبقى 4% بس والكلام ده بقى. ماشي. قال لك حاجه بقى مهمه قوي قوي قوي، وهو الجلوكاجون. قال لك الجلوكاجون في تايب واحد نورمال،
نورمال كويس جدا، انما هنا بيبدا يبوظ. ايه اللي بيبوظ؟ الجلوكاجون. الجلوكاجون هنا نسبته بتالت، نسبه افرازه بتالت في تايب 2. عارف السبب؟ لا مش عارف السبب، والعلماء برضو لحد دلوقتي لسه مش عارفين سبب ان الجلوكاجون بيعلى. ليه الجلوكاجون بيعلى في تايب 2؟ طب ليه ما بيعلاش في تايب 1؟ لا دي عارفينها كويس قوي قوي قوي. ليه؟ لان الانتي بودز، الاوتو انتي بودز اللي طلعت، اللي هم الاربعه اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم كانوا مين؟ كان في واحد رايح يضرب ايه ايريس اوف لينج هانس، في واحد رايح يضرب الانسولين، في واحد رايح يضرب الجاب، وفي رايح يضرب ايه اللي هو بتيروزين فوسفاتيز. حلو. الحاجات دي قال لك فيري 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 سبيسيفيك، ماشي؟ فالكلام ده سبيسيفيك جدا، الانتي بودز دي سبيسيفيك، لا هتضرب حاجه معينه. هل هي ضربت في الالفا سيل؟ لا. جت جنب الجلوكاجون في حاجه؟ لا. فالجلوكاجون هنا زي الفل ونورمال، انما انت الجلوكاجون باظ في تايب 2، بدأ يزيد ومعدلاته والليفل بتاعه ايه؟ زاد جدا جدا جدا. ماشي، تعال نزود لك بقى حتتين كده في تايب 2. قال لك تايب 2 ممكن يكون من اسبابه داخل معانا حاجه اسمها الرينال فاكتورز. يعني ايه؟ لو الرينال باظت ايه اللي ممكن يحصل؟ قال لك ممكن يجي مرض يزود لك امتصاص السكر. ماشي. او ممكن يجي مرض بقى، ركز بقى معايا في الحته دي، يبدا يطلع لك انه ما هوش قادر يفرز الوسط ميتابولايت. المفروض ان الكلى دي خلصنا بقى من السنين ترميها في اليورين والكلام ده كله. حلو. الوسط ميتابولايت تبدا تتراكم، شبه ايه؟ شبه رينا الفيجر كده. فالوسط ميتابولايت تتراكم، الوسط ميتابولايت تروح جايه رايحه على البنكرياس وتقول له يلا فركش، تبوظ لك البنكرياس، ما تخليهوش يطلع ايه؟ ما تخليهوش يطلع انسولين خالص، تعمل لك بنكرياس ديسفانكشن. ماشي. الحاجه اللي بعد كده من اسباب برضو ممكن تعمل لك تايب 2 دايابيتس، البرين نيورو ترانسميتر ديس فانكشن، وخصوصا وحط اللي ما بين قوسين كده الدوبامين. الدوبامين ما ليه علاقه؟ اه لو الدوبامين باظ او اي نيورو ترانسميتر باظ، ايه اللي يحصل؟ الدنيا تبوظ ويحصل له دايابيتس تايب 2. بسبب ايه؟ بسبب ان البرين ده كان بيتحكم في حاجتين مهمين قوي قوي قوي، اولهم ما هو الجلوكوز ميتابوليزم، وتاني حاجة إن هما كانوا بيتحكموا في الأبيتايت. بيتحكموا في الأبيتايت وبيتحكموا في الجلوكوز ميتابوليزم، فبالتالي لما يحصل ديسفانكشن في البرين يبدأ يدخلك على طول في تايب 2 دايابيتس ميليتس. كويس لحد كده؟ كويس زي الفل. تعالى بقى نخش على أسباب الإيه؟ اللي هو تايب 2 دايابيتس. قال لك أسبابه والسيور اللي طلعوها، وكانت من السيورات الحلوة جدا جدا جدا، وهي الأوبيزيتي. هتقول لي اوبيستي ازاي يعني؟ اقول لك حط الحته دي، ادي الاوبيستي. قال لك الاوبيستي بتجيب على طول ايه؟ انسولين ريزيستنت. حلو حلو. والانسولين ريزيستنت ذات نفسها ممكن تجيب لك اوبيستي، فالاثنين منفذين على بعض، دي بتجيب ده وده بيجيب ده، فالاثنين بيجيبوا بعض. لقوا ان بنسبه 80% من الناس اللي عندهم تايب 2 دايابيتس ميليتس، نسبه 80% منهم عندهم ايه؟ عندهم اوبيستي. قال لك خلاص يبقى السيوري بتاعتنا نمشيها على طريقه الايه؟ الاوبستي. يبقى الاوبستي دي هي دي الاسباب الغلط، هو ده هو اللي عامل تايب 2 دايابيتس، لانه في انسولين ريزيستنت. كويس. قال لك بقى بس مش اي اوبستي كده والسلام، ركز معايا بقى، لان في عندنا نوعين من الاوبستي. نبدا نعمل احلى مقارنه، ركز معايا. الاوبستي بتاعت الراجل والاوبستي بتاعت الست، ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو في فرق؟ اه ده في فرق جامد جدا. الست تيجي تبص على مثلا جسمها وكده بتلاقيها ايه؟ عامله شبه الكمثرى كده، بير شيب، بير مفلطح. حلو. ده بالنسبه للست فتبقى ايه؟ كمثرى. انما الراجل بيبقى ابل شيب، حلو، بيبقى شبه البطيخه كده، تلاقي ليه كرش كده وكرش كبار ضربه غبيه كده، بيبقى ايه؟ بطيخه. فالست قال لك خلاص ناخد لفظ انثوي شويه فنسميه جاينكويت، جاينكويت. انما الراجل قال لك هنسميه اندرويد. عارف التليفون اندرويد؟ اندرويد يعمل ايه من ذكور اهو، اندرويد. حلو. يبقى دلوقتي الست جاينكويت والراجل اندرويد، بيفرق في ايه برضه؟ قال لك الطفل بيفرق، توزيعة الدهون بتفرق. ازاي؟ توزيعة الدهون بتاعت الست بلو ذا ويست. ايه الويست ده؟ اللي هو الويست الامريكان لما جم احتلوا العرب، وانت ايام حملة بريطانيا لما جت قعدت عندها 75 سنة، قالوا بس خلاص احنا ايه نتكلم اجانب زيكم، نقول انتوا بتقولوا ويست يبقى احنا كمان هنسميه الويست. الخصر بتاع الست تحته بتبدا الدهون تتراكم، فين بالظبط؟ عند البلفك، عند الهيبس، عند الباتوكس، والكلام ده كله يبدا يعمل لها بير شيب، بير شيب. فسميناها بنعملها ايه؟ الدهون بعيده خالص كده، سميناها بريفرال
اوبيستي. حلو، بريفرال ايه؟ بريفرال اوبيستي. جميل. قال لك بقى تعالى يا عم الراجل، الراجل بيبقى فين؟ الراجل بيبقى اباف الويست، بيبقى فوق الخصر بتاعه كده، يعني فين؟ عند الكرش، عند الحته اللي فوق عند المعده كده، فيبدا يتراكم هناك عند الاستومك والابدومين تحديدا. قال لك خلاص نسميه ايه؟ نسميه سنترال او فيزرال. ودي بقى تركز لي فيها قوي قوي قوي. فيزرال الاحشاء الامعاء اللي جوه. اه ازاي يعني؟ الراجل قال شبه كل حاجه، بس الدهون بتاعته هي دي اللي هتفرق بقى. الدهون هنا والدهون هنا قاعده فين؟ الفات تيشو قاعد فين؟ قال لك الفات تيشو بتاع الست قاعد في الصب كوتينوس تيشو، يعني عادي دهون عاديه تحت كده، عشان كده سميناها بريفرال. بتبقى ايه؟ تيجي تمسك جلد الست تلاقيه جلد فين كده، عشان كانت فين؟ فالجلد بتاعها بيبقى صب كوتينوس تيشو. انما الراجل قال لك لا، ده ما بيبقاش على الجلد، ده بتبقى قاعده على الاورجانس. يا لهوي، قاعده على الاورجانس؟ مين دي اللي قاعده على الاورجانس؟ الدهون. الدهون بتروح تقعد على الاورجانس نفسه، بتحوطه كده وتبوظه. كويس قوي. فدلوقتي في عندنا فرق، في عندنا فرق غشيم. الدهون بتاعت الست ده اهي، لو لعبت شويه رياضه ونظمت شويه اكل وشويه اكسرسايز كده هتلاقي الدنيا بقت حلوه وخست وظبط دايت وبتاع، هتخس. انما الراجل الحزين ده لا، بنسميها دهون عنيده، دهون عنيفه ما بتتشالش فيها بسهوله. بالاضافه الى ان بقى ايه، الست تيجي تقول لك يا دكتور انا عايز اخس. ليه يا حاج؟ عشان والله شكلي وحش، شكلي وحش، شكلي وحش. يبقى كل الاعراض بتاعت الجايناكويد اوبيستي ده هي ما فيهاش غير حاجه واحده، الديسفيجرمنت. شكلها وحش، تيجي تقول لك شكلي وحش، شكلي وحش، شكلي وحش، اخرها شكلها وحش. انما هنا بقى بتاعت الراجل دي بتبقى شكلا وموضوعا. اللي يعني شكلا وموضوعا دي شكلا شكلها برضو وحش، يعني الراجل بيبقى ماشي الكرش قدامه كده ما ينفعش. في ناس بتستخدم الكرش ده على فكره، تسند على التليفون كده وهي قاعده. المهم ده ايه؟ شكله وحش. طب الموضوع بقى موضوعا ازاي؟ قال لك ان الدهون اللي هي تتراكم حوالين الفيسرا والسنترال وحوالين الاورجانز بتبقى فانكشنال. فانكشنال يعني تقدر تسكريت مواد. ايه المواد اللي هي تقدر تسكريتها؟ هارمفول سايتوكاينز. هارمفول سايتوكاينز. سايتوكاينز دي انا كده بالتفصيل كمان شويه، بس المهم ان هي بتفرز شويه سايتوكاينز لعينه، شويه سايتوكاينز وحشين. حلو حلو. قال لك بقى السايتوكاينز دي بتروح تعمل ايه؟ ركز معايا بقى. اول حاجه هتبوظ لي الليبيد بروفايل. اضرب اضرب على طول ليبيد بروفايل، يبقى كده احلى سي في اس بي سي اس ايه هيحصل. برضه فاسكولار ديزيز بالهبل بقى. ليه؟ لان انت عملت لي ليبيد بروفايل باستور، يعني جبت للراجل ده حاجه اسمها ديسليبيديميا. ديسليبيديميا وهنشرحها كمان ايه شويه بالتفصيل. الحاجه اللي بعد كده ميتابوليك سندروم، ماشي. ممكن تدخله لي في هايبر تنشن، ممكن تدخله لي في انسولين ريزيستنت، تدخله لي في ايه؟ في انفلاماتوري سبستانس برضه. الحاجات السيتوكاينز دي ممكن تروح تبرموت وتعمل لي انفلاميشن عن طريق ان هي تجيب ايه شويه مواد كده هقولها لك كمان شويه. والحاجه اللي بعد كده ان هي بتعمل لك شبه جلطات كده، تبدا تحفز الكاسكيد بتاع الجلطات ويحصل جلطات. فكده الدهون بتاعت الراجل دي حلوه؟ لا وحشه جدا. بوظ لي البروفايل، تعمل لي هايبر تنشن، تعمل لي انسولين ريزيستنت، تعمل لي انفلاماتوري سبستانس تجيبها لي، تروح تبوظ الدنيا كلها. تبدا تعمل لي حاجات بتعمل جلطات، ممكن تعمل لي ديسليبيديميا، تعمل لي ميتابوليك سندروم، ممكن تبوظ جدا السي بي اس. حلو حلو. يلا بينا نبدا الجد، يلا بينا نبدا الجد. هاو ابل شيب فات ليد تو انسولين ريزيستنت. ازاي انسولين ريزيستنت دي بتحصل لما الراجل يبقى عنده اندرويد اوبيستي؟ ازاي الاوبيستي دي بتحصل؟ احنا قلنا اول حاجه ان في سايتوكاينز، ماشي. قال لك هم الصراحه ثلاث اسباب، اكتب معايا. اول سبب واللي هو زياده برودكشن الفري فاتي اسيد اللي جايه منين؟ اللي جايه من الادبوز تيشو. يبقى احنا عندنا شويه ادبوز تيشو. ايوه كل حاجه ماشي مظبوط. ادبوس تيشو دي بنبدا نطلع منها شويه فري فات اسيد كتير، والفري فات اسيد ده هتروح تبوظ الدنيا. هشرحها لك برضه كمان شويه. الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه اللي احنا برضه بنزود البرودكشن بتاع البرو انفلاماتوري سبستانس او سايتوكاينز زي مين ومين ومين؟
الانترلوكين 6 احنا عارفين جدا، حاجه كمان تيومر نيكروزز فاكتور الفا عارفين جدا برضو، حاجه اللي بعد كده اللي هي المونوسايت كيمو اتراكتنت ايه بروتين واحد برضو من عارفين جدا. حلو، الحركه بتاع البرو انفلاماتوري سايتوكاينز دي بيسكتوا على كده ما بيسكتوش، يبدا يعمل لك ايه، يعملوا لك اكويزيشن للاي تي ام واحد فينوتايب انستيد بدل ام 2 فينوتايب. هتقول لي انا مش فاهم اي حاجه، يعني ايه اكويزيشن الاول؟ ان احنا هنبدل من الايه، هنبدل من استخدامنا لام 2 فينوتايب هنستخدم بداله ام 1 فينوتايب. حلو حلو، وهو بيبقى اسمه اي تي ام، اي تي ام حلو، اي تي ام 2 واي تي ام 1 انهي احسن، وكده هنبدا نعرف كمان شويه. كل ده جمله واحده، الجمله اللي بعد كده والاخيره هو انهيبيشن، بيوقف لك شغل البي بار جام ان اوبيز بيشنت. هتقول لي البي بار جاما، ركز كده، البي بار جاما ايه؟ سمعنا عنه قبل كده، سمعنا عنه فين؟ في طريقه العلاج بتاعه الغده اللي اسمها السايزوليدونز اللي هي التي سي دي. سايزوليدين دايونز مهمة جدا جدا جدا، كانوا بيروحوا اجونست على الريسبتور ده. حلو، مين بقى اللي بيبوظوا؟ الاوبستي والايه؟ الحاجات اللي هي الفري فاتي اسيد والكلام ده كله. تعالى بقى نبدا ناخد كل جمله كده ونفصص ونعرف احنا بنتكلم ازاي وبنتكلم على ايه. الفري فاتي اسيد ده اول جمله اهي. حلو، الفري فاتي اسيد مالها؟ بتروح والله تطلع من الادبوس تشو وتبدا تبوظ الخلايا. ليه؟ لان الفري فاتي اسيد ديت تبدا تتحول لي لحاجه كده مشهوره كنا احنا قايلينها مره في الدي تي ايه، وهي الاصيل كوي. ادي الاصيل كوي بتاعنا اللذيذ. حلو، الاصيل كوي اللذيذ ده يبدا يدينا حاجه من اتنين، يبدا يدينا حاجه اسمها الداج، والداج ده اللي هو الداي اصيل جليسرول، او يدينا حاجه اسمها السيرا مايت. بالمناسبة البنات أكيد عارفة إيه هي السيراميد، السيراميد ده حاجة يعني كريم وفي منه شامبوهات كده بتستخدم للشعر وبتغذي الشعر والكلام ده، ولكن هو هنا جوه الجسم وحش وحش ومعفن. ليه بقى؟ لأن السيراميد الكتير ده بيروح جاي، السيراميد ده بالمناسبة ساتوريتد في فري فاتي أسيد مولكيول، ساتوريتد فري فاتي أسيد مولكيول، بيروح جاي جاي يروح جاي رايح على الـ AKT اللي هم ايه يعني الاي تي تي دولت اللي هو البروتين كاينيزز اللي احنا قلنا عليهم امبارح ايه وبي وسي، بس سي ده قلنا معاه ايه وبي ماشي. فتبدا السيراميد تروح جايه رايحه على الاي تي تي اللي هم البروتين كاينيزز، وتبدا تروح توقف لك شغلهم تخليهم ما يشتغلوش. طب يعني ايه اللي هيحصل يعني لما البروتين الكايناز ما يشتغلش؟ لا ارجع بقى، ارجع بقى للحصه الاولانيه خالص بتاعت الفسيولوجي، احنا كنا قايلين ايه على البروتين كايناز؟ ده مهم قوي. البروتين كايناز هو اللي كان بيعمل ترانسلوكيشن لجلوت 4، وبالتالي الانسولين ريزيستنت مش هتحصل، انما هنا بقى الباشا ده بيبروموت الايه؟ الانسولين ريزيستنت. طب بالنسبه للتاج اللي هو الضيق اصلا كوليسترول هيعمل ايه؟ قال لك هيروح جاي رايح يعمل ان اكتيفيشن للار، الار اس رقم واحد اللي هو انسولين ريسبتور سبستانس رقم واحد، اللي كانت من ضمن السيجنال اللي بتحصل لما الانسولين بيشبك في المفتاح بتاعه. حلو، يبدا يطلع لك شويه سيجنالز كده من ضمنهم الاي ار اس 1 2 3 4، يبدا التاج ده يروح جاي رايح مبوظ لك الايه الباشا ده. فالحاجات دي كلها كده نقدر نسميها ديفكت، نبدا نسميها مثلا عيوب، بس عيوب حصلت ايه بقى؟ بوست ريسبتور ديفكت. يعني عيوب كلها زي ما انت شايف كده بعد الريسبتور، بعد في الكيمستري والسيجنال والحاجات اللي بتحصل بعد ما الانسولين يشبك في الريسبتور. يعني الريسبتور سليم، الانسولين سليم، ولكن السيجنال اللي جوه السيلز هي اللي بايظه، وهي ديت اللي هتبدا تتعطل، وبالتالي يحصل لك انسولين ريزيستنس. وكده يبقى احنا فسرنا اول جمله، والفري فاتي اسيد زياده ليه؟ الفري فاتي اسيد عملت ايه لما زاد؟ حلو، الحاجه الثانيه بقى تعالى نخش على البي بار جاما. يلا بينا، بسم الله. قال لك البي بار جاما ده والله عباره عن ريسبتور، ماشي، ريسبتور موجود ايه؟ قال لك موجود جوه النيوكليوس عادي خالص، يعني انت نيوكليوس ريسبتور ماشي، موجود منه جاما بس؟ قال لك لا، دول ثلاثة أصلا،
ده ألفا وبيتا وجاما. حلو الكلام، حلو الكلام، ولكن احنا نختص بالذكر الجاما المرة دي. اختصار لإيه بيبر جاما ديت؟ قال لك بروتوزوم بروليفريتور اكتيفيتد ريسبتور جاما. معلش اسم كبير، ارميه في الزبالة ولا كأني قلت حاجة. ده أصلا كان في عيلة عندنا اسمها السايوزايدين ديون، كانت بتروح تشتغل عليه كأدنوس، تروح تمسك في الريسبتور ده وتشغله. وكانت العيلة دي من عيلة الايه السكريات اللي بتقلل السكر. ماشي، هو بقى بيقلل السكر ازاي؟ قال لك لما الانسولين بيبدأ يشبك في الايه في الريسبتور بتاعه والكلام ده، ويبدأ يجي السيجنال، هو الليفر جاما ده يبدأ يشتغل ويروح يساعده، يعمل سينرجيزم ويخلي الاشاره والسيجنال اللي بتحصل جوه السيلز تحصل بزياده، هو اللي يساعد الانسولين كده يمشي معاه جنبا لجنب ويساعده، يقول له انا اخوك وحبيبك وفضلك، انا اللي هسد معاك وانا اللي هخلي الاكشن بتاعك يحصل. يبقى الراجل الليفر جاما ده كفاءه ولا مش كفاءه؟ كفاءه زي الفل. ايه اللي بيبدأ يحصل بقى لما يبقى فيه فات، في اوبيستي، الراجل ده تخين، الراجل ده عاجل، عند فري فاتي اسيد، فري فاتي اسيد دي تبدا تطلع وتروح جايه رايحه على الريسبتور، طخ 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 طخ، ومبوظها له ايه خالص وتعتمها له، وبالتالي يحصل له انسولين ريزيستنت. تعالى بقى ناخد الجمله الثانيه اللي كانت في النص الكبيره المتعلصه دي، نضرب مثال حلو. قال لك لو عندك واحد نون اوبيز وعندك واحد اوبيز، نقارن كده، ادي واحد اهو النون اوبيز ده مش تخين، والتاني اوبيز، بس اوبيز من انهي نوع؟ اوبيز من النوع الوحش اللي هو الاندرويد، اللي هو الايه الفانكشنال، اللي هو بيفرز وبيطلع حاجات وحشه. ماشي، قال لك ده عنده فات، ده عنده فات طبعا، يعني الواحد النون اوبيز ده اكيد عنده فات، ما نستهبلش، عنده فات قد ايه؟ بنسبه بقى 15% 10%، يعني كل ما النسبه تقل ايه يبقى يعني لحد معين، يعني لحد 15 الراجل المفروض يبقى 15% لحد 10%، اقل من كده تبدا تخش في اعراض بقى إيه اللي هو بقى ايه هلاوس، وممكن تخش اصلا في اكتئاب وحاجات دي كلها، دي من اعراض. خلينا نخش على الاندرويد. الاندرويد ده راجل ماله؟ الاندرويد ده عنده فات، عنده فات بالعبيط، عنده فات كتير قوي قوي لدرجه ان هو راح قاعد على الايه الفيزراء والاحشاء بتاعته. ماشي، قال لك الراجل ده نيجي نبص على الادبوس تيشو هنلاقي فيها ماكروفاج من نوع ايه تي ام ام 1. ايه اي تي ام ام 1 ده اختصار لايه؟ ادبوس تيشو ماكروفاج من نوع ام 1. ماشي، طب والراجل اللي هو الحلو ده اللي هو النون اوبيز اللي احنا مثلا ناس عاديه زينا كده، ده ايه بقى؟ ده هيبقى اي تي ام ام 2. اي تي ام ام 2 يبقى انهي احلى؟ اكيد اي تي ام ام 2، لان ده موجود في معظم الناس مش كويس، انما الراجل اللي بايظ الاوبيز عنده ام 1. وعشان كده ارجع بقى للجمله اللي انا كنت قايلها لك، كنت بقول لك بيحصل ايه؟ اكوزيشن لتغير الفينوتايب رقم 2، نبدا نستخدم بداله رقم ايه؟ رقم 1. مين اللي كان بيعمل الحركه الوحشه دي؟ كان بيعمل الحركه الوحشه دي هي الفري فاتي اسيد، ويقول ان الراجل يبقى اوبيز. حلو، قال لك بيحصل ايه بقى ام 1 وام 2 ده؟ تعال نضرب مثال كده بالايزينوفيل. الايزينوفيلز دي بتعمل ايه؟ قال لك الايزينوفيلز دي بتبدا تطلع لي حاجه اسمها انترليوكن 4. انترليوكن 4 ده بيحافظ قوي 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 على الام 2، بيخلي الام 2 ما يتغيرش. يبقى كده الايزينوفيل عملت معاك كفايه ولا لا؟ الايزينوفيلز رايقه ليه؟ سبحان الله، ربنا هو اللي عامل الميكانيزم ده، لان الراجل لما بيجي له ازمه، ماشي، ده استحمى دي، الراجل اول ما بيجي له استحمى ده بقى بيحصل له حاجه مهمه قوي، بتبدا البرونكايت دي تبتدي يحصل برونكو كونستريكشن، برونكو كونستريكشن، وممكن الراجل يموت. فلازم يكون في ميكانيزم دفاعي من جسم الراجل يا دوبك ايه يعني ايه يحاول يوسع له البرونكاي شويه عشان يقدر ياخد نفسه وما يموتش لحد بس ما يروح للمستشفى. ايه بقى الميكانيزم ده؟ هي الايزينوفيلس دي تطلع انترليوكون 4 يبدا يثبت لك ام 2. برغم ان احنا كنا واخدين الايه ايه الليكوتراين والانترليوكون والحاجات دي كلها كانت بتروح تبوظ، واصلا كان في دواء اسمه ايه اللي هو كان بيروح يقفل الانترليوكون، كان بيقفل الانترليوكون ريسبتور والمونتيلو كاست والكوك كاست والحاجات دي كلها، ولكن قال لك بالذات انترليوكون 4 كان بيحافظ على ام 2. في ام 2 ده الحلم اللي كان تي ريجيلاتري سيلز، فيبدا يحافظ لك على السيلز دي، اهم حاجه ايه لازم تعرفها. حلو، فالام 2 كده ممتاز ولا مش ممتاز؟ ده ممتاز ممتاز ممتاز. عمل لي ايه؟ عمل لي حاجتين. اول حاجه انتي انفلاماتوري، انتي انفلاماتوري راح ضد لي
الازمه. ما هي الازمه عباره عن ايه؟ عن انفلاميشن، انفلاميشن وسكريشن بقى والكلام ده كله. فهو راح جاي عامل لي انتي انفلاماتوري افكت. الافكت الثاني ان هو عمل لي انسولين سنسيتيف بروبرتيز، راح جاب لي البروبرتيز اللي الانسولين بيعملها والشغل اللي الانسولين بيعمله، وقف جنبه قال لي انا خوف حضرتك، خوف ظهرك برضه زيه زي مين؟ زيه زي البي برجر. ماشي. قال لك بقى لو واحد عنده اوبيس واوبيستي، واحد بقى بص فين بقى وعنده كوليسترول بقى وعنده سيراميد والدنيا عنده هايص وايه وفي فاتي اسيد بقى والدنيا ايه هايص عنده خالص كده. الحاجات الفري فاتي اسيد والاوبيستي والسيراميد والكلام ده كله، قال لك بيروح يضرب انزيم اسمه ايه بقى؟ اسمه ان ال ار اي 3 انفلامازول. ايه بقى ده؟ قال لك الانزيم ده مهم جدا جدا جدا. الانزيم ده هسميه انزيم الكآبة، انزيم الوحش المعفن. ليه؟ لانه بيروح يجيب انتر ليوكن واحد. انتر ليوكن واحد ايه؟ انتر ليوكن واحد ده ده من الانتر ليوكن الحلو ولا الوحش؟ لا من الانتر ليوكن المعفن ده الوحش. ده بيبدا يعمل لك برو انفلاماتوري سايتوكاينز، يعني هو برو انفلاماتوري سايتوكاينز، يعني هو من الحاجات اللي بتبروموت الانفلاميشن. وهو جاي يعمل انفلاميشن يروح جاي نحول الاي تي ام من ام 2 يحولها لاي تي ام ام 1، وبكده يبقى عمل اللي هو عاوزه، حول لنا الام 1 ماكروفاج 1 اللي هو الوحش، وماكروفاج 1 اللي هو الوحش ده ام 1 ده يبدا يسكريت ايه بقى؟ يبدا يطلع لك اخواتنا الباقيين، يطلع له بقى اي تيومر نيكروزيس فاكتور الفا، يبدا يطلع لنا انترليوكين 6، يبدا يطلع لنا الام سي بي 1 اللي هو ايه؟ اللي هو المونوسايت كيمو اتراكتانت بروتين 1. العيال دي كلها هتسكت؟ مش هتسكت، بقول لك انفلاماتوري سايتوكاينز، تروح تضرب الانسولين وتروح تضرب ما بعد الانسولين، وبالتالي يبقى عامل لك احلى انسولين ريزيستنت هتشوفها في حياتك. حلو حلو. هديك بقى دلوقتي سؤال حلو بتفكر فيه كده بالراحه. دواء نم دايركت، يعني دواء بتاع سكر اصلا ماشي، بس بيحسن الانسولين ريزيستنت. فكر كده واحده واحده ورد عليها. مشروب فكر كده. بص يا باشا، دواء مش بتاع سكر وفي نفس الوقت بيظبط الانسولين ريزيستنت؟ قال لك اه. ايه هما؟ مش هقول لك عليك، اشرحها لك الاول. بص، احنا عندنا حاجه اسمها الانجيو تنسين واحد، وانجيو تنسين واحد ده كان بيروح يتحول لانجيو تنسين اثنين ماشي، واللي هما ايه الاخر كان اسمه الراس سيستم ماشي. ايه بقى اللي بيحصل؟ انجيو تنسين اثنين تخليك ايه؟ ريسبتور من اثنين اي تي واحد يا اما اي تي 2. حلو، انهي فيهم اللي كان حلو وانهي اللي كان وحش؟ اي تي واحد ده كان معفن، واي تي 2 ده اللي كان حلو. قال لك اي تي واحد ده هو ده المعفن ده، لما يشتغل والراس سيستم يشتغل هيسكت ولا مش هيسكت؟ مش هيسكت. ولما يشتغل يبدا يفعل سيجنال كده معينه جوه الخليه، وتروح السيجنال دي تشغل لنا حاجه اسمها نات بي اتش اوكسيديز. نات بي اتش اوكسيديز اشتغل اه. لما يشتغل يبدا يزود لنا حاجه في الخليه اسمها الرص، وديت اوكسيديتيف ستريس. مانيش فاهم اي حاجه، فكر معايا تاني. احنا عندنا الرص بين انجيو تنسين 1 حول لانجيو تنسين 2، انجيو تنسين 2 ده اشتغل على اي تي 1 واي تي 2، اي تي 1 ده المعفن، لا يروح جاي مفعل سيجنال، تروح جاي رايحه مشغله لك مين؟ مشغله لك النت بي اتش اوكسيديت. النت بي اتش اوكسيديت ده ايه الميكانيزم بتاعه؟ الراجل ده بيعمل ايه؟ قال لك بيترانسفير الكترون من النت بي اتش يحطها على الاوتون. بمعنى اهو لو قلنا ادي النت بي اتش، زودنا عليه اوتون معادل حلو، وهنا يبقى النت بي اتش اوكسيديت على التفاعل اهو والانزيم، هيديك في الاخر ايه؟ هيديك H2O2، حاجات بقى اللي هي الاكسديتيف ستريس اللي هو الهيدروجين ايه بيروكسيد بيروكسيديز، وعندنا السوبر اوكسيد والحاجات المعفنه خالص دي اللي احنا ايه ما بنحبهاش، اللي هم بنسميهم الرص. الاختصار ده عالمي اسمه الرص. ايه الرص ده؟ رياكتيف اكسجين سبيشيز، رياكتيف اكسجين سبيشيز. حلو، رياكتيف اكسجين سبيشيز ديت الرص، في الاخر بتعمل لك اوكسيديتيف ستريس على الخلايا وتبدا تبوظ لك الخلايا خالص. حلو، وبالتالي قال لك الترانسلوكيشن مش هيحصل. الترانسلوكيشن مش هيحصل. فدي كده حاجه معفنه جدا جدا جدا.
فكده اكيد انت عارف الدواء اللي انا اقصده هو ايه، يعني الحركه دي والاي تي واحد ده عمل لك ايه دلوقتي؟ عمل لك كده انسولين ريزيستنس. ايه بقى الدواء اللي انا اقصده؟ ده اللي انا اقصده اكيد رايح يضرب ده، او رايح يضرب الخطوه دي صح، يضرب خطوه تحويل من انجيوتنسين واحد لانجيوتنسين اثنين، يا اما رايح يضرب لك انجيوتنسين ريسبتور واحد. يقول لك ايه الاربس او الايس؟ الايس انهيبيتورز او الاربس، ماشي الاربس حلو، حاجه من الاثنين دول، الاربس دي اللي كانت بتروح تجيب الريسبتور، او الايس انهيبيتور هو اللي كان بيروح يعمل الايس انهيبيتور هنا، ما بيحولش انجيوتنسين واحد لانجيوتنسين اثنين. فالدواء ده مهم، الدواء ده مهم جدا جدا جدا، وهناخده ان شاء الله في الايه، في الادويه بتاعت الهايبرتنشن والكلام ده كله. الدواء ده انا كنت بستغرب منه زمان جدا، ايام السي بي اس كان ايام العمل كده، كان فيه يعني صفحه كده كان فيها جايد لاينز. الجايد لاينز ازاي؟ يقول لك واحد عنده دايابيتس ميليتس زائد هايبر تنشن يديله على طول ايس انهبيتور. فاكر كان يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك واحد عنده إيه ازمه زائد هايبر تنشن تدي له ايه؟ واحد عنده دايابيتس زائد هايبر تنشن زائد ازمه تدي له ايه؟ واحنا ما كناش يعني فاهمين ليه هندي له اس دي. واحد عنده هايبر تنشن وعنده دايابيتس ميليتس، مين ليه اس؟ ليه اس؟ لان الاس كان كده ربط عصفورين بحجر، عصفورين ده ثلاث عصافير بحجر، هشرح لك عصفور كمان ايه؟ جاي اهو. ايه الثلاث عصافير؟ اول عصفور ان انت رحت ظبطت لي الانسولين ريزيستنس، يبقى انت كده رديت الدايابيتس ميليتس. تاني حاجه ان هو اصلا ده دواء ضخم، ده دواء بتاع هايبر تنشن، يبقى ظبط لك الهايبر تنشن. تالت عصفور حصل معانا ان هو راح ظبط لك الكلى. الكلى الكلى ازاي؟ ارجع معايا لمديول الانفستيجيشن، مديول الانفستيجيشن كانت حاجه اسمها مايكرو البومينيا. مايكرو البومينيا دي ان انت بيقول لك يبدا يترمي في البول اكتر من 30 مللي جرام لتر، ماشي، من ايه؟ من الالبومين. لو زاد عن كده هو النورمال 30، لو زاد عن 30 يبقى انت كده في مايكرو البومين. حاجات بسيطه. اللي كان بيصلح بقى المايكرو البومين دي كان مين؟ كان الايس انهبيتور، كان رايح يصلحها عن طريق الكلى. يبقى الراجل ده ممتاز ممتاز ممتاز، ثلاث عصافير، هايبرتنشن دايابيتس يصلح لك الكلى في المايكرو البومين. حلو حلو، تعالى برضو ارمي لك هنت حلو كده. ايه بقى الدواء اللي هو بتاع سكر بس ممكن يعالج الضغط، يعني يظبط لنا الضغط؟ دواء بتاع سكر ويظبط الضغط. اه فكر معايا كده بالراحه، مفيش غيره، هو السيجلت 2. ان شاء الله هنبقى ناخده بالتفصيل، فمش هشرح لك حاجه عن بس ايه حطه اكتبه في كام شكل. ايه بقى الريسك فاكتورز بتاع الانسولين ريزيستنس؟ يعني ابدا كده شويه ساينز كده، ابدا ابص اقول بس في انسولين ريزيستنس في الحوار. قال لك اول حاجه اكنسوسيس نيجريجنس، او طبعا اكنسوسيس نيجريجنس بيبقى فيه حته بيجمنتد هايبر بيجمنتد، وبتبقى سيك وتخينه، وبتبقى فيها فيشر كده، بتبقى فين؟ بتبقى في الفولدز، سواء بقى تحت الاجزيله او عند الفولدز بتاعت الرقبه، وهي دي اشهر مكان بيطلع فيه. طب هل السبب الوحيد اللي بيطلع اكانسوسيس نيجري كان سي دي هو الانسولين ريزيستنت؟ لا، في سبب كمان اخطر وهو البرونكو جينيك كارسينو، هناخدها ان شاء الله في الاسبوعات. الحاجه اللي بعد كده قال لك هايبرتنشن. ايه ده هو الانسولين ريزيستنت ممكن تدينا هايبرتنشن؟ احنا قلنا وشرحناها. بص انسولين ريزيستنت يعني انسولين ريزيستنت يعني في مقاومه من جسم الانسولين، الجسم يسكت لا هيحاول يعمل كومبنسيشن ويزود معدل الانسولين، معدل الانسولين. انا كنت قايل لك بقى الانسولين الميكانيزم والفانكشن بتاعه ايه، كان ليه حاجتين وحشين كده بيعملوا لك هايبر تنشن. ايه هو؟ ان هو بيروح جاي على التيوبيولز بتاعت الكدني ويبدا يعمل ري ابزوربشن للصوديوم، ده واحد. رقم اثنين بيروح على السيمباثيك فايبرز ويبدا يعمل لها اوفر اكتيفيشن ويبدا يظبطها لك، فلما الاقي ايه يمتص اعاده امتصاص، ولما السيمباثيك اوفر اكتيفيشن يشتغل يبقى احنا مبروك عليك هايبر تنشن. حلو، وطبعا الانسولين سيستم دخلت في دايابيتس تايب 2، طبعا في جستيشنال دايابيتس برضه ممكن يبقى عندها انسولين ريزيستنت، وده بسبب ايه؟ بسبب ان هي بتبقى متعبيه سكس هرمون بروجسترون واستروجين والحاجات دي كلها انتي انسولين. عندنا السيدنتر لايف برضو مهم، واحد عمال ياكل ونام على بطنه، ياكل ونام على بطنه، ده ايه بقى؟ اهو بس خلاص، ده واحد كده ايه؟ هيبقى عنده انسولين ريزيستنت، واحد عنده ابل شيب اوبيستي، واحد اللي هو
البودي ماس اندكس بتاعته ازيد من 30 وازيد، خلاص دخل في اوبست يعني. حلو، الناس دي هتعمل معاها ايه؟ او واحد مثلا اولد ايج برضه، ممكن واحد اولد ايج يبقى عنده انسولين ريزيستنت. ليه؟ لان الاكشن بتاع الانسولين بيقل مع ايه؟ مع تطور العمر. بس عمر كبير ده يعني اكتر من 70 اكتر من 60 كده. حلو، في حاجات بتيجي مع الانسولين ريزيستنت، يعني ايه؟ تلاقي ده تقول بس ده الراجل ده عنده انسولين ريزيستنت، واحد جاي لك بمرض كذا تقول له بس انت عندك ولا ايه؟ انسولين ريزيستنت. واحد عنده كارديو فاسكولار ديزيز تبدا تشك ان هو عنده على طول انسولين ريزيستنت. واحد عنده هايبر تنشن، لان من السيوريز اللي فسرت الهايبر تنشن هو الانسولين ريزيستنت زي ما احنا لسه قايلين. الحاجه اللي بعد كده البي سي او، ماشي، ادناه البوليسيستيك اوفر سندروم مهم قوي. حاجه الاخطر بقى هو النافل، النافل ايه هو النافل ده؟ نون الكحوليك فاتي ليفر، اشرحه كمان شويه بالتفصيل. بس ده عباره ان الراجل ده عنده انسولين ريزيستنت، الانسولين ريزيستنت دي تبدا تعمل له ديسليبيديميا زي ما خدنا، الديسليبيديميا دي بتزود له الترايجلسرايد. بس المرض الترايجلسرايد مش هتروح للادابيس تيشو، مرض الترايجلسرايد هتروح للليفر، يحصل لها ديبوزيشن هناك في الليفر، والليفر يبقى لونه اصفر خالص، الليفر هيبقى مليان دهون. حلو حلو الكلام، حلو الكلام. خلينا بقى نكمل في ايه؟ في فيديو تاني الايه؟ التايب 2 دايابيتس، مهم قوي قوي قوي، ركز معايا بقى، ماشي؟ اقرا بقى ايه كل الفيديوهات وذاكر كده قوي قوي، واكتب الزيادات ديت مهمه مهمه مهمه. بص اشرح لك شويه دايابيتس من ماجستير حرفيا كده، نازلين ايه؟ نازلين علامه من فوق. اكتب بس زيادات ان شاء الله في جنب كده وذاكر. ربنا معانا ووفقنا جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.